السلام عليكم. هل عنده صوت زي صوت خوي بالخط؟ الربع الذي تنفتح، شفته؟ تنفتح تطلع صوت. تذكروا من أول إحنا بالبداية نصف طرق عورك من أول خط تطلع صوت. نفس الطريق شفت الربع الذي هاي تنفتح. سنسلف الصورة هذه تنفتح. هي أصلاً تطبق على ذا. إذا فتحت طلع عندك الصوت هذا. وش الحل؟ الحل تحط شيء هنا. هنا بالباب. تحط حبل سلك اي شيء تخلي هذه تنضغط على البادي. هذا كثير من السيارات تعاني منه. وضحات ان شاء الله انه واضح. هذا الباب الربل هذه حط شيء هنا خلي هذه لو سكيت الباب تنضغط هذه ويروح الصوت. هذا تكملة الشرح عشان تفهمون. شفتوا الباب هذا الربل اللي يقوم تنفتح كذا. ان شاء الله انه واضح الحين. هاي تكمل للشرح عشان اللي مو واضح عنده. طبعا انا تحط حبل تحط كيبل اللي هو كيبل دش الجديد مو القديم الكبير ولا العند ساكو. في عند ساكو سفنج هذا الصغير مربع الصغير مو بالعريض اللي يجي صغير مرة كده تحطه هنا مكان الحبل. صوروا منا بعد عشان زيادة توضيح. هذه الربلة شفتوها